برعاية السيد رئيس أركان الجيش، نظمت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش بطولة الجيش للسباحة الأولمبية، والتي شارك فيها فرق من قيادات الأسلحة والفرق والوحدات والمديريات المختلفة في الجيش العراقي. برعاية السيد رئيس أركان الجيش المحترم، أقامت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش بطولة السباحة الأولمبية لعام 2021 لعموم الجيش العراقي. وقد اشتركت في البطولة قيادات الأسلحة وقيادات العمليات وقيادات الفرق والمديريات التابعة لرئاسة أركان الجيش، وهذا كله ينصب إلى رفع القابلية البدنية للجيش العراقي والاشتراك في البطولات المحلية والخارجية. إقامة مثل هذه البطولات من الأولويات المهمة لمديرية التدريب البدني وألعاب الجيش، أما الهدف منها فهو تطوير القابلية البدنية والتحملية للمقاتلين. هذا واستمرت التصفيات في هذه البطولة لمدة 3 أيام حبست فيها أنفاس المتابعين قبل المشتركين لما امتازت به من الندية والتنافس العالي بين الفرق المشتركة. قد جرت التصفيات لمدة 3 أيام بين كافة وحدات الجيش من قيادات الأسلحة والفرق ووحدات المقر العام. إن الغاية من البطولة هي رفع اللياقة البدنية لكافة المقاتلين وتطوير المهارات الفردية. وقد حصل الكلية العسكرية الأولى على المركز الأول بالنسبة لوحدات المقر العام، ومديرية المدفعية على المركز الثاني، ومديرية الدروع على المركز الثالث. وفيما يخص قيادات الأسلحة والفرق، حصلت قيادة القوة الجوية على المركز الأول، وقيادة الفرقة السادسة على المركز الثاني، وقيادة الفرقة العاشرة على المركز الثالث. هذا وأبرزت هذه البطولة عدد من اللاعبين المتميزين من خلال النتائج المتحققة، والذين سيمثلون المنتخبات العسكرية داخل وخارج العراق. شاركت فرقة الساسة البطلة ببطولة السباحة الأولمبية للجيش العراقي البطل، وحصلنا على نتائج متقدمة، إن شاء الله سنمثل العراق داخلا أو خارجا. حصلت على المركز الأول في بطولة السباحة الأولمبية بطولة الجيش، ومثل القوات الخاصة العراقية، ومن الله التوفيق. لإعلام وزارة الدفاع، كرر الربيعي.